رئيس معالي المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين بالقيادة العامة صباح اليوم اجتماع المجلس الأعلى للتقاعد العسكري بحضور كل من سمو الفريق الركن الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة رئيس الحرس الوطني، ومعالي الفريق الركن الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة وزير الداخلية، ومعالي الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة وزير المالية، ومعالي الفريق الركن يوسف بن أحمد الجلاهمة وزير شؤون الدفاع، وسعادة الفريق الركن دياب بن صقر النعيمي رئيس هيئة الأركان. وبحث المجلس خلال اجتماعه ما يتعلق بسياسته العامة لمنجزات وإدارة صندوق التقاعد العسكري من حيث اللوائح والأنظمة الفنية والإدارية، كما ناقش المجلس الخطط الاستثمارية المتعلقة بإدارة واستثمار أموال صندوق التقاعد العسكري، إلى جانب النظر في السياسة العامة لصندوق التقاعد العسكري المستقبلية. وأثنى معالي القائد العام لقوات دفاع البحرين على الجهود التي يبذلها الأعضاء ومدير صندوق التقاعد العسكري، وحث معاليه على مواصلة طرح الأفكار والرؤى في هذا المجال والتي من شأنها ضمان استمرارية وتطور صندوق التقاعد العسكري والحرص على أموال المتقاعدين ووضع أنظمة وقوانين كفيلة بتحقيق المزيد من المزايا.